قولي. إذا كان الرجل لا زال على قيد الحياة بنسميه حي، الست شو بنسميها؟ حية. إذا أصاب الرجل في قوله أو فعله فيقال أنه مصيب، بالمرأة شو بنقولها؟ مصيبة. إذا تولى الرجل منصب القضاء فيقال أنه قاضي، الست شو بنسميها؟ قاضية. إذا أصبح الرجل عضواً في أحد المجالس النيابية يقال بأنه نائب، الست شو بنسميها؟ نائبة، بس بتعرفي إنهم لغوها وصاروا يقولوا مثلاً سعادة النائب، وحتى لو اسم أنثى، لأنه نائبة يعني مصيبة. هاي الفكرة. ما بزبط. إذا كان للرجل هواية يتسلى بها بنسميه هاوي، الست شو بنسميها؟ هاوية. هاوية، وهي اسم من أسماء جهنم. يعني حتى اللغة أنت علينا، أنت بالزمن. مش قادرين.